بعد رد جيش الدفاع الإسرائيلي الوحشي على عملية طوفان الأقصى، السعودية تعلق مباحثات تطبيع علاقاتها مع الكيان، وجاء ذلك بعد أشواط طويلة قطعها الجانب السعودي مع نظيره الإسرائيلي في هذا الملف. لكن جرائم الحرب التي قام بها الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة جعلت وزارة الخارجية السعودية تدين الممارسات الوحشية التي قامت بها إسرائيل داخل القطاع، مما جعل وزير الخارجية الأمريكي يتجه مسرعا إلى نظيره السعودي لبحث ملفات التطبيع من جديد. ومن المتوقع أن توافق السلطات السعودية على استمرار المفاوضات في هذا الملف مقابل أن يتوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وكانت السعودية قد اشترطت على الولايات المتحدة من قبل للموافقة على التطبيع مع إسرائيل 3 شروط: الحد من توسع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، توقف الاستفزاز الإسرائيلي للمسلمين بتعهد السلطات الإسرائيلية بعدم تدنيس المسجد الأقصى، والتوقف عن مضايقة المسلمين بداخله، منح الفلسطينيين حقهم كاملا داخل أراضيهم، وعدم معاملتهم كأنهم ليسوا أصحاب الأرض. فهل ترضخ الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب السعودية من أجل إنهاء ملف تطبيع العلاقات بين الدولة الإسلامية والكيان المحتل؟ سنرى ذلك قريباً.